محاضرة اليوم هي تشابتر 3 من الكتاب اسمها Safety and Protection، من المحاضرات المهمة جدا، سهلة، كلماتها سهلة، ما في أصلا إشي بده فهم، لأنه already هي يعني continuation للتشابتر اللي أخذناها. وحتى أنا ما أعطيتكم الديجيتال والفيلم الأسبوع الماضي، ففي شغلات already كمان ما أخذينها في هذيك التشابتر رح تمر علينا اليوم. فهي فعلا سهلة، ما بدها كتير فهم حتى، يعني رح أمشي عليها، رح أخلصها اليوم تخلص. إذا في إشي، إذا عندكم سؤال خارجها لبعد يعني لآخر المحاضرة، إذا حدا عنده أي سؤال خلال المحاضرة يرفع لي إيده وبوقف عادي جدا، ما عنديش أي مشكلة حدا يسأل. في شغلات رح أحكيها بسرعة ورح أمر عليها، لأنه أوريدي أنتم ماخذينها، ما رح أعيدها، تمام؟ وفي شغلات سهلة رح أحكي عليها بس بالأشياء يعني الأشياء الأساسية، بس مطلوبة منكم هاي التشابتر من الكتاب كلها، كلها مطلوبة، ما في إشي محذوف. أوكي، الإشي اللي مش مطلوب رح أقولكم مثلا مش مطلوب منكم تحفظوا كذا، أما غير هيك كلها داخلة معكم. أوكي، رح نحكي في محاضرة اليوم، رح ناخد شوي نحكي على الـ Radiation Quantities and Units، في منهم معلومات من chapter physics I think، مش متذكرة بس أظن من chapter physics زائد من هاي الشابتر، تمام؟ فإذا في إشي مش ملاقينه ارجعوا لتشابتر physics بتلاقوه، أو ارجعوا لتشابتر البيولوجي كمان وبتلاقوه. أكون حاكي في الكوميون. السورسز رح نحكي على different sources of radiation exposure including the medical، رح نحكي عن الريسكس والدوزج، كيف نعمل communication مع البيشنت، شو لازم نحكي له، وشو الراديشن بروتكشن اللي لازم نتخذها سواء إلنا ولا للبيشنتس. أول إشي رح نحكي عليه اللي هي الراديشن كوانتيتيز أند يونتس، بنستخدم سيستم اللي هو الاس اي أو الانترناشونال سيستم اوف يونتس. أوكي، رح نحكي مصطلحين راديشن تيرمز مهمين واليونتس تاعتهم، رح نحكي عن الابزوربد دوز ورح نحكي على الافكتيف دوز. التنتين لهم معاني معينة، وأصلا من الاسم تاعهم نقدر نفهم شو يعني هاي وشو يعني هاي، وكل واحدة إلها وحدتها الخاصة. الأبزورب دوز اللي هي قياس التوتال انرجي اللي absorbed by any type أو by any type of ionizing radiation per unit of mass of any type of matter، يعني اللي هي امتصاص الدوزج اللي ممتصة، أوكي، من أي نوع ionizing radiation، وبوحدة الجراي، نستخدم وحدة الجراي أو اختصارها اللي هي الجي واي، كل واحد جراي اللي هي تساوي 1 جول بير كيلوغرام، تختلف بحسب نوع تايب والانرجي اوف راديشن، حسب التايب اوف ماتر absorbing الانرجي. اوكي، التراديشنال يونت كانت زمان تسمى راد، اللي هي راديشن ابزورب دوزج، وكل واحد جراي بعطينا او مقابلها 100 راد. اوكي، فهي الابزوربد دوز او الراديشن ابزورب اللي بيمتصها الجسم. الافكتيف دوز اللي هي الدوز حسب تاثيرها يعني، او تاثير هاي الدوز على التشوز. فهي تخدم لتقدير الريسك في الهيومنز. اوكي، ناخذ بعين الاعتبار الـ different type of irradiation، شو هو نوع الـ radiation، هو particulate ولا electromagnetic، alpha beta gamma etc، والـ radio sensitivity of the tissues، شو هو اللي هي radio sensitivity اللي حكينا عنها، الـ organ sensitivity و أو tissue sensitivity. أوكي، طبعا هون بنيجي للـ risk for stochastic effects اللي هي of radiation من cancer induction و heritable effects، وهون بنستخدم وحدة السيفرت SV، طبعا رح نشوف ملي مايكرو سيفرت كمان. traditional unit هي رم أو رنتجن equivalent مامن، كل واحد سيفرت بتعطينا 100 رم، هاي اللي traditional. هلا اللي بتستخدم سيفرت ورح نحكي رح نستخدمها كتير لقدام. طيب شو مصادر ال radiation exposure؟ احنا بشكل عام exposed لراديشن من مختلف المصادر، من natural backgrounds او من medical sources او من consuming products while other
sources. كباك جراوند راديشن، ما نحكي باك جراوند يعني شيء من ورا، يعني شيء يعني باك جراوند؟ من سبيس او من الايرث، يعني الكره الارضيه نفسها. فتقريبا الافكتيف دوز، الانيوال افكتيف دوز من الباك جراوند راديشن انيوالي هي 2.4 ملي سيفرت بالعالم، مقابل بامريكا 3.1 لحالها. هلا احنا مش مطلوب مننا نعرف الارقام تبعت امريكا، بس بشكل عام نعرف قد ايه يعني كباك جراوند راديشن. طب شو هي الباك جراوند راديشن؟ احنا نحكي سبيس او من الارث. هلا رح نحكي لهم اربع مصادر لهاي الباك جراوند راديشن. اخبرهم هو الرادون. الرادون هو عنصر، هو راديو اكتف، سوري راديو راديو اكتف اليمنت. رادون 222 بيجي نتيجة تحلل او الديكاي تبع اليورانيوم، اللي هو من العناصر الراديو اكتف اليمنت في الايرث كراست، في الكراست تبعت الكرة الارضية. فهذا الرادون ممكن يصير له اتاتشمنت على الدست بارتيكلز ونتنفسه. فاحنا فعليا بفوت في جسم، على جسمنا راديشن من مثلا الدست اللي بنتنفسه، اوكي بيروح للريسبيراتوري تراك. السبيس راديشن اللي هي راديشن من السبيس اللي جايه من السن او الكوزميك ريز، تمام. وعشان هيك احنا مهم جدا مثلا نستخدم مواقع الشمس اللي هو السان سكرين او سان بلوك. هو فعليا مش والله بس بدنا نعمل، هي احنا بنحمي من الراديشن، هو بيعمل بروتكشن اجينست الريز. انترنال راديو نيوكلايدز اللي هي بيجوا، اللي هي راديو اكتيف اليمنتس جايين جوا الفود اللي بنعمل له انتيك، اوكي. سواء من سواء كانوا مثلا containing uranium أو thorium أو their decay products. فهون إذا من الفود intake بنقدر بفوت لنا لجسمنا radiation. terrestrial هي radiation من earth، هاي معناها الأرث أو السويل اللي هي التربة نفسها بيكون فيها radioactive elements أو their decay products. medical exposure اللي هي طبيا يعني من صور أشعة أو nuclear medicine. تقريبا 3.6 مليار X-ray and nuclear medicine بيصيروا سنويا performed worldwide. 14% منهم dental، أوكي. هون طبعا الصور I think اللي بالكتاب تحكي لكم على اللي هي في اليو اس اي، بس المهم نعرف انه مثلا ميديكال اكسبوجر من عندنا الدنتال راديوغرافس، سوري عندنا الميديكال اللي هي راديوغرافيك اكزامينيشنز انكلودينج الراديوغرافس دنتال والنيوكلير ميديسن. طبعا الميديكال اكسبوجر في هالايام بزيد عماله في الريسنت ييرز ديكيدز، especially استهلاكنا ل او استخدامنا للسي تي اللي هي الكمبيوتر توموغرافي، صاير استخدامها للتشست والابدومن كتير اللي هي السي تي، تمام، بالاضافه ل اللي هي النيوكليير ميديسن. الكونسيومر برودكتس تيجي من برودكتس احنا بنستهلكها، من سيجاريت سموكينج، البيلدينج ماتيريالز، الاير ترافل اللي هي خلال السفر يعني من السيارة أو من حتى من الايربورت. في عنا الديفايسز اللي هي الانسبكشن سيستم بيستخدموا بتطلق راديشن، مايننج اند اجريكلتشر، والكومبشن اوف فوسيل فيولز. كل هاي الامور بتطلق كمية من الراديشن، صح مش هالكمية الكبيرة، بس لما نحكي على انه annually زائد الاذر تايبس، فاحنا عشان هيك نحاول قد ما نقدر نقلل انه تعرضنا للاشعه. الاذر سورسز الراديشن ان جنرال بتاثر اكثر شيء على في بعض البيرسونالز او الاشخاص اللي بتاثروا بالاشعه او توصلهم اشعه اكثر من غيرهم، من ضمنهم اللي هم الكير جيفرز، البيشنت سوري البيرسونز اللي بيتعاملوا مع البيشنتس اللي بتلقوا نيوكليير ميديسن تريتمنت، البيشنتس البيبل اللي بيشتغلوا في المفاعلات النوويه نيوكليير باور جنريشنز،
اللي بيشتغلوا في الاكس راي فاسيليتي، سواء ميديكال ولا دنتال، من راديوغراف لراديولوجيست لدنتست مثلا، او دنتال راديوغرافرز. اوكي، اللي بيشتغلوا في الايربورت باجج انسبكشن، والفلايت بيرسونيل اللي هم موظفين الطيران اللي بيشتغلوا في الطياره. نحكي هلا على الريسك اند دوزز. هون بنحكي على البرنسبلز للراديشن ايمجينج. في عندنا بيسك برنسبل ومهم جدا، اللي هو انه البنفيتس للبيشنت بتكبر من الريسك من هاي الراديشن. بنفيتس اكسيدز الريسك. اوكي، هاي بيسك برنسبل مهم جدا. اذا احنا صورة الاشعة ما بتعود علينا بفائدة او للبيشنت بفائدة هالقد، وانه الريسك اكبر من انه تعطينا فائدة، ما بنعمل. تمام، فلازم تكون الفائدة تاعتها كتير عالية إنها تتعدى المخاطر تاعتها. فبالتالي الدوزج must be optimized إنه تكون كافية إنه تعطينا acceptable image أو diagnostically acceptable image، يعني لا عالية كتير إنها ما في داعي ل unnecessary radiation، ولا إنها قليلة كتير إنها ما تعطينا أصلا acceptable image. وهذا الحكي حكيته قبل هيك، فهي optimized الثريشولد، الدوزج تاعتها ما تتعدى الثريشولد تبع الديترمينستيك افكتس. وحكينا إنه كل الدياجنوستيك examinations، الراديوغرافيك examinations، المفترض الدوزج تاعتها ما بتتعدى الديترمينستيك افكت ثريشولد، فبالتالي ما بتأثر، ما بتعمل لنا ديترمينستيك افكت. minimized انه نقللها عشان نقلل احتمالية الاستوكاستيك افكت، ولكن within acceptable range انها تعطينا diagnostically acceptable image. ككانسر طبعا حكينا عنها قبل هيك، انه ال principal risk of radiation هي ال chances of radiation induced cancer، وفي عندنا convincing evidence، دليل واضح على نتيجة دراسات انعملت انه بربط الأشعة radiation exposure بالcancer formation. وهاي الدراسات انعملت على humans وعلى animals. على humans مش انهم جابوا patients وعرضوهم لأشعة، لا، هم عملوا دراسات على survivors اللي هم survivors of the atomic bombs في هيروشيما وناجاساكي، بالإضافة ل patients اللي هم survivors من انفجار المفاعل النووي في روسيا، أو ال patients اللي تعرضوا أو اللي عملوا diagnostic therapeutic procedures. كل هاي الأمور بالإضافة على الأنيمالز، عملوا دراسات على الأنيمالز فشافوا العلاقة اللي هي العالية الكبيرة بين الراديشن اكسبوجر والكانسر فورميشن. لهلا اللي حكيته ما في إشي صعب ومفهوم. أوكي، هلا بدنا نيجي نحكي على الراديشن دوز أو دوزز من الدنتال والميديكال راديوغرافيك اكزامينيشن. في عنا تيبلز وموجودين في الكتاب. هاي التيبلز عندنا هون الانترا اورال وعندنا الاكسترا اورال، قسمت لكم اياهم عشان نقدر نشوفهم يعني نفهمهم بطريقه اوضح. خلينا نشوف بس شو هي هاي التيبل، شو مكتوب فيها. هون محطوط الاكزامينيشن، اوكي، هون محطوطه الميديان افكتيف دوز، ومحطوطه هون الايكويفالنت باك جراوند اكسبوجر. هاي مهمه، اللي هي قد ايه كمية الأشعة هاي، قد ايه بتعادلها كم من يوم من الإكسبوجر، الباك جراوند إكسبوجر اللي هي الأذر سورسز. أوكي، اللي هي برضه موجودة في هذا التشارت. إذا بتطلعوا هون effective dose مقابلها قد ايه الباك جراوند راديشن. أوكي، هاي بإيش بتفيدنا؟ أول إشي إحنا عشان نفهم قد ايه يعني كمية الأشعة مقابل مثلا إحنا نفس هاي الأشعة مثلا نتعرض لإلها إذا طلعنا يوم تحت الشمس كهرباء، أو يوم في الـ من الباك جراوند راديشن، مش بس الشمس. كمان بتفيدنا هلا رح نحكي لما نحكي عن الكوميونيكيشن مع البيشنت، مهم جدا. وإحنا بنعمل بنحكي مع البيشنت وبنوضح له عن الأشعة ومخاطرها وإنه شو إيش فايتنا، نشرح له، لأن كل مريض وكل شخص بيعرف، يعني إحنا كأشخاص مش ميديكال بيرسونال نعرف إنه الأشعة مضرة. تمام، فأكيد البيشنت لما يجوا لكم بيكون عندهم مخاوف داخلية
بالأشعة اللي بدهم يتعرضوا لها، ممكن ما يحكوها، ممكن هي والله هاي المخاوف مش هالقد مهمة، بس إنه تكون عندهم. فإحنا مهم جدا نفهمهم. واحدة من الشغلات اللي ممكن نستخدمها هذا الإشي، اللي هو ممكن نوصف لهم إنه إذا أنا بدي أعمل لك صورة أشعة، صورة بانوراما، بس الكمية الأشعة اللي رح تاخذها هي بتعادل يومين ونص من الأشعة اللي رح تتعرض لها من مختلف المصادر، زي الشمس أو الأكل اللي بناكله أو التربة أو الهواء اللي بنشمه مثلا، اللي بفوت على الرئتين تاعتنا. فمثلا بفهم إنه والله يعني مش هالكمية الكبيرة، أو هيني عم بتعرض لها ومش عم بصير لي شيء. أوكي؟ فيعني بنستخدمها في الكوميونيكيشن. خلينا نكمل قبل ما نروح برضو على الأرقام. خلينا نشوف هون، في عنا الريكتانجلر كوليميشن والراوند كوليميشن. أخذنا الكوليميشن بشابتر الفيزيكس، الكوليميشن الداخلي اللي جوا الجهاز اللي بيكون عند الويندو، اللي هي الانليدد جلاس ويندو اللي بتطلع منه البيم. أوكي، مش حكينا على الكوليميشن إنه بيعمل ريسايز وريشيب للإكس راي بيم. ففي عنا كمان غير هذا الانر كوليميشن، في عنا اوتر كوليميشن بنحطه من برا، وقلت لكم عليه وقتيها وهلا رح فرجيكم صور عليه. هذا مما بيجي ريكتانجلر او بيجي راوند. رح نشوف كمان الفرق بين الراوند والريكتانجلر، انه الريكتانجلر بقللنا كمية الأشعة الخمس تقريبا بقللنا اياها عن الراوند. اوكي، كمان بدنا ننتبه على الوحدة هون، هي سيفرت. تمام، في عنا مايكرو سيفرت، في عنا ميلي سيفرت، فهاي برضو مهمة جدا ننتبه عليها لما نقرأ نعرف الفرق مثلا. أوكي، وآخر شيء بدنا ننتبه عليه هون، جايبين كاتبين لنا مثلا الفرق بين كل أنواع الريسبتورز من أفلام لبي اس بي لسنسور. إذا بدنا نلاحظ بس هاي الشغلة اللي هي الاف سيد فيلم، في بعض المختبرات أنا حكيت لكم عليها، وفي بعض المختبرات ما ذكرت لكم إياها بس مطلوبة منكم، موجودة في تشابتر الأفلام الفيلم اللي هي تشابتر 5 أنواع الفيلم. حكينا عن السبيد أو السنسيتيفيتي للريسبتور، صح؟ حكينا عنها في الفيلم وحكينا عنها في الديجيتال، وقلت لكم إنه لما نحكي هاي سبيد فيلم أو هاي سنسيتيف ريسبتور، معناته إنه هو بيحتاج كمية أشعة أقل، عشان ومقابل انه بجيب لنا اللي هي الصوره واضحه، الايمج دايجنوستيكالي اكسبتابل ايمج. ففي عندنا بالفيلم بوصفوا السبيد باحرف من سي لاف، سي دي اي اف. كل ما زدنا زادت السنسيتيفيتي، كل ما زادت الاحرف، يعني مثلا الاي والاف هم اكثر سبيد، مور سبيد ذان الدي والسي. اوكي، فبالتالي بيحتاجوا كمية. فالإي والإف سبيد فيلم هم فعليا بيحتاجوا نص كمية نص التايم الإكسبوجر تايم، فبالتالي نص كمية الأشعة مقابل الدي فيلم، الدي سبيد فيلم. أوكي، فهلا اللي يفضل اللي لساته بيستخدم الأفلام، مثلا المراكز اللي لساته بتستخدم الأفلام بالإنترا أورال إكس راي، يعني راديوغرافي، يستخدموا الإي والإف كاتيجوري. اوكي، فهاي اسمها لي، فبالتالي الاف سبيد فيلم هم ذا فاستست اف سبيد فيلم، يعني ذا بيست بالافلام. خلينا نيجي على المقارنه، نطلع على ناخذ مثلا الفول ماوث سي سي دي. طبعا تقدروا تقارنوا ما بين البي اس بي والاف سبيد والسنسور، اذا بنطلع على الضعف فبالتالي هذا بنرجع للي حكيناه انه الديجيتال بحتاج كمية أقل من الأشعة، وهي من الأدفانتج ساعتها. ونقارن مع الراوند، نيجي مثلا نحكي على الفول ماوث باستخدام السنسور الديجيتال، مع فول ماوث باستخدام السنسور بس مع الراوند، هاي مع الريكتانجلر هاي مع الراوند. نطلع على الوحدة هون، على كم من الدوزج تبعت اللي بتيجي منهم. هون عندنا 20 مايكرو سيفر مقابل الراوند كوليميشن 100، يعني 5 أضعاف. فهو فعليا الريكتانجولر بقللنا من كمية الأشعة للخمس مقابل الراوند، وهاي من الشغلات اللي هلأ يفضل استخدامها لما تصور الانترا اورال اكس راي اللي هي راديوغراف. اوكي،
نيجي للاكسترا اورال. الاكسترا اورال هون ومع الميديكال، في مثلا هنا بالاكسترا اورال حاطط من ضمنهم التشست اللي هي الميديكال، وفي عندنا السي بي سي تي، في عندنا السي تي الكونفنشنال سي تي او الام دي سي تي مالتي ديتكتور سي تي. بنطلع البانوراما قد ايه كميه الاشعه، 20 مايكرو سيفرت. نفس شو؟ نفس الفول ماوث انترا اورال بالريكتانجلر. طبعا لما نحكي فول ماوث احنا بناخذ انترا اورال راديوجراف وشامله كل الفول ماوث، يعني كل المناطق من الماوث الاورال كافيتي بناخذ لها صور انترا اورال صغيره نحكيها بمحاضره الانترا اورال بهذا الاسبوع. فبنطلع انه البانوراما فعليا كميه الاشعه اللي بتتاخذ يعني اللي بتتعرض لها من البانوراما نفس تقريبا الفول ماوث سيريز، اوكي، وهي فعليا كميه قليله. وهلا بالذات الماشينز الجداد قللوا كثير من كميه الاكسبوجر للاشعه بالبانوراما. نطلع على مثلا تشست اكس راي قد ايه، 100 مايكرو سيفر التشست. طبعا عندنا التيشوز مختلفه، التكنس تاعتهم مختلفه، الدنسيتيز الاورجانز، فعشان هيك يعني بنحتاج كميه اكبر من المريض. نيجي على الكوم بيم والسي تي. الكوم بيم هي اللي هي صورة 3D بس خرطومية، رح نحكي عليهم الفرق بالفصل الجاي. والكونفنشنال سي تي اللي هي العادية، وهاي عملت تغيير كبير في عالم الأشعة بالذات في عالم طب الأسنان مع الأشعة، يعني إنه قللت لنا كمية الأشعة. إذا بنلاحظ كمية الأشعة بين الام دي سي تي والسي بي سي تي الفرق بيناتهم، فناخد طبعا الكون بيم لما نيجي نصور احنا بنحدد الفيلد اوف فيو. شو يعني فيلد اوف فيو؟ شو هو المساحة اللي بدنا نشوفها. مثلا انا بدي اصور فقط one jaw، او بدي اصور both upper lower، مثلا بدي اصور full head، اوكي. فمثلا large field of view يعني craniofacial تقريبا الهيد كامل 120 مايكرو سيفر، مقابل ماكسيلوفيشل سي تي او الهيد سي تي طلعوا 2 ملي هون مش مايكرو، او 650 مايكرو. الفرق تقريبا 5 اضعاف. عشان هيك هلا معظم نستخدم سي تي، السي بي سي تي. السي تي لها استخداماتها الخاصه. طبعا طلعوا الابدومن والبلفس قد ايه 20 ملي سيفر، فهي كميه الاشعه من السي تي كثير عاليه. اوكي، كأرقام مش مطلوب منكم تعرفوا كل الأرقام، مهم اللي هي الصور اللي احنا بتهمنا طبعا كدنتست، زائد مهم نعرف ايش اكتر من ايش، يعني هاي مهمة وبتنسألوا عليها. فتكونوا عارفين مثلا انه البانوراما مثلا تعادل كذا، السي تي مثلا الماكسيلوفيشال اكتر من كذا، هيك بدنا نعرف مين اكبر من مين كمية الأشعة. هذا التشارت اللي مش حكيت لكم عنه اللي هو الافكتيف دوز مقابل الباك جراوند راديشن. هلا مهمه شغله الادلتس والتشيلدرن، انه الكانسر ريسك مع البيدياتريك راديشن هاير ذان الادلت، هذا يمكن نعرفه اخذناه. فبالتالي كميه الافكتيف دوز تبعت الادلت اللي بيعادلها طلعوا كيف، مثلا بالادلت 10 ل 30 مايكرو سوري ملي سيفرت، هي بتعادلها 3 ل 10 ملي سيفرت بالاطفال. يعني التاثير تبع هاي على الاطفال هو نفس التاثير تبع هاي على الادلت. عشان هيك احنا ما بنستخدم نفس الدوز اللي بنستخدمها للادلت بنستخدمها للاطفال، بدنا نقلل حسب الاطفال طبعا. يعني عندنا هاي حكيناها بالبيولوجي شو الافكت على child أو children غير عن ال other. أوكي، فهاي مهمة. ننتقل اللي هي section الثاني اللي هو communication with the patient. communication about the radiation and radiation risk. it is important to speak clearly مع ال patient to discuss with them ونخليهم يحكوا ال concerns تاعتهم about the radiation exposure، ونقولهم ليه احنا بحاجة why do we need x-rays. هاي مهمة كتير برضه اللي هي as part of the diagnosis.
we shouldn't belittle the patient's concern. ما تفهو يعني بالعربي، ما بدنا نتفه ال concerns تبعت ال patient أو نقلل من قيمتها. يعني إذا patient بخاف من مثلا الأشعة اللي من intra oral، مش والله نقول له ما هي هاي ولا إشي يعني ونمشي على الموضوع، لا نشرح له، مش نحكي مع البيشنت باللغة اللي هو بيفهمها. هو مش إنسان، لا هو دكتور ولا هو بالميديكال فيلد، فعليا هو فقط في باله فكرة اللي هي موجودة عند كل الناس إنه الأشعة خطرة، بغض النظر هو ما بيعرف إنه هاي كميتها أقل من هاي. فبالتالي مهم جدا الكوميونيكيشن مع البيشنت، مهم جدا نحكي معاه باللغة اللي بيفهمها. يعني ما نروح نحكي له والله هاي 10 سيفرت ولا هاي 10 مايكرو سيفرت، لا احنا بنقول له والله انه انا بدي اعمل لك صورة اشعة كميتها هالقد هي مقابل كأنك والله قعدت يوم تحت الشمس مثلا. اوكي، نستخدم له لغة واضحة انه تقلل من مخاوفه. اوكي، مهم جدا نقول له ليش بدنا ناخذ صورة اشعة، مش والله نروح نقول له يلا روح صور من غير ولا سبب او شو بتفيده، لا نحكي. مهم جدا انه نساله اذا في عنده اي previous radiographs، وهاي من الشغلات المهمه في الاشعه، نحن ما بناخذ صوره اشعه من غير ما نكون سائلين البيشنت اذا عنده recent radiograph باخر 6 اشهر. يعني بالذات اذا ما كان عامل اي new treatments. هلا اذا patient عنده recent radiograph بس بعديها عمل treatments وغير من ال situation clinical situation تاعته، ممكن نعمل له، وصار عنده نيو سيمتومز مثلا ممكن نعمل له راديوغراف جديده. نحكي للبيشنت واحنا رح نقلل الراديشن دوز قد ما نقدر، انه اصلا الدوزج اللي رح نستخدمها رح نقللها قد ما نقدر. وزي ما حكيت هاي تبعت الماجنتوت اللي هي مقابل اليوم او ايام او التواريخ يعني من تعرضنا للناتشرال باك جراوند راديشن. في حاله البريجرنت بدنا اول اشي نشوف لما يجينا عندنا بيشنت بده يتصور، فيميل بيشنت، نشوف هل هي بعمر التشايلد بيرنج ايج فبنسألها. اوكي، في حال احنا احتجنا نعمل راديوغراف لا بيشنت لا بريجننت وومن، اول اشي لازم يكون في سبب. ممنوع او يفضل نأجل الروتين راديوغرافيك ايفالويشن لافتر البريجننسي. فاحنا امتى بنعمل راديوغرافز؟ when needed، فقط عند الحاجة. ولازم نشرح للبيشنت انه التريتمنت بلاننج والدايجنوسيس مهم جدا اللي هي to maintain الاورال هيلث، لانه الدنتال ديزيزز والسيكوال تاعتها او الافكت تاعتها ممكن تعود او ممكن يكون لها ادفرس افكت على الهيلث للمذر نفسها والانبورن تشايلد. اوكي، حتى البين، يعني حتى البين بيأثر على بيرفع من اشياء معينه رح تاخذوها، هاي كلها كمان بترجع لكم بالسيرجري يعني. بس مهم جدا نحكي مع البيشنت نوضح لها ليش مثلا مهم ناخذ لها هاي الصوره. كمان اذا البيشنت عندها مخاوف انه والله مثلا الاشعه ممكن تأثر سلبا على الفيتس، ان نشرح لها انه الدوزج من الدنتوماكسيلوفيشال راديولوجي وحكيناها المره الماضيه هي تقريبا 42 الف اقل من الثريشولد دوز للديترمينستيك افكت على الامبريو او الفيتوس. فبالتالي ما راح يصير للبيشنت، ما راح يصير له مثلا ديث مثلا، يعني الدوز تاعتها كتير كتير اقل. فهاي الشغلات مهمه نحكيها. لهون واضح؟ لحد الآن ما في عنا أي سؤال. مش ما تفضل. ولا دكتورة هلأ خلينا نحكي شوي أو اللي هو ضايلنا اللي هي radiation protection، كيف بدنا نحمي البيشنت، كيف بدنا نحمي نفسنا. أوكي، ال guiding principle قبل شوي حكينا عن ال optimization الدوز. ففي عنا 3 guiding principles في ال radiation protection اللي هم ال justification, optimization و dose limitation. الجستيفيكيشن اللي هي identify a situation where the benefits exceed risk of the harm. اوكي، ال benefits exceed the risk، هاي مهمة. Optimization اللي هي نستخدم
كل reasonable means عشان نقلل ال unnecessary exposure لل patients و staff. احنا مش بس ال patients، احنا لما نحكي عن الأشعة برضو مهم جدا نفسنا اللي بنصور أو اللي في المركز نفسه. ال dose limitation اللي هي إنه يكون عندنا dose limit، إنه ما عندنا أي individual سواء dentist ولا staff تمام they are exposed to unacceptable high dosage. تمام، فهاي مهمة unacceptable high dosage، إشي ما إله داعي، ما في داعي نعرضه لهاي high dosage. إحنا بنقلل الدوز قد ما نقدر within طبعا بلاعين إنه مقابل إنه تعطينا diagnostically acceptable acceptable image. هون بنيجي للprinciple of ALARA، هون بنيجي للphilosophy of radiation protection اللي بنسميها الألارا. ألارا ALARA اللي هي ترمز ل as low as reasonably achievable. هاي مهمة كتير هاي البرنسبل تمام، اللي هي exposure to ionizing radiation should be kept as low as reasonably achievable with economic and social factors being taken into account أو consideration. مهم جدا برضو ناخد بعين الاعتبار ال economic وال social factors، ناخد بعين الاعتبار ال time ال distance ال shielding، نعمل reduction للدوز عشان نقلل الدوز قد ما نقدر اوكي، مقابل نطلع صورة أشعة واضحة. فهاي الألارا principle مهمة جدا ومهم تعرف. نروح للpatient protection، رح نحكي نقاط كتيرة، في نقاط رح أمشي عليهم بسرعة لأنه already ماخدينهم في الشباتر السابقة ومهم تعرفوها، يعني أنتوا نفسكم بدكم ترجعوا لها. أوكي، أول إشي اللي هي الpatient criteria، radiographic screening for the purpose of detecting disease before the clinical examination should not be performed. شو يعني؟ معناته الراديوغرافيك screening أو radiographic exams should be done after the clinical examination. ومش بس after the clinical examination، إحنا بناخد بعين الاعتبار patient's history, review of any prior radiographs, ال caries risk assessment, consideration of both dental and general health needs of the patient. كل هدول لازم ناخدهم بعين الاعتبار before any radiographic examination. مهمة جدا هاي الشغلة. أوكي، بالإضافة إنه نقطة تانية provide additional information they should be made only when if they will provide any additional information. إذا أنا المعلومات اللي عندي اللي أخذتها من الكلينيكال examination والهيستوري كافية إنه تعطيني diagnosis صح، ما في داعي نعمل راديوجرام، ما في داعي نعمل راديوجرام. أوكي، زي مثلا أنا عندي كاريوس ليجن، مايلد كاريوس ليجن او مودريت وقادرين نشوفها، السيمتومز اعطتني انه مش واصل البلب، ما في داعي خلص بعمل ببلش بالتريتمنت حسب الدايجنوسيس اللي انا عندي. بالاضافه وهاي النقطه مهمه جدا وبتخربشكم في الامتحان، اللي هي obtain the lowest dose image، ولكن هاي يعني تكملتها that would provide the necessary diagnostic information. يعني مش دائما بروح لل lowest dose image، طبعا ال lowest dose image هي 1 intraoral radiograph اوكي تقريبا 5 مايكرو سيفرت او اقل، لا يعني انه هي الاقل معناته دائما اروح لها، مش obtain the lowest always، لا اذا بتعطيني ال necessary diagnostic information. فمثال انا عندي بري ابيكال وعندي بانوراما، الكيس اللي عندي انا بحاجه لبانوراما عشان اقدر اعمل دايجنوز، اذا عملت بري ابيكال ما راح استفيد فبالتالي بروح للبانوراما، ما بروح للسي تي لانه البانوراما بتكفي انها تعطيني مثلا الدايجنوز او المعلومه اللي بدي اياها. فانا بطلع على المعلومه اللي بدي اياها، وين اقل صوره بتعطيني هاي المعلومه باخذها. وضحت هاي الجمله؟ فهاي النقطة مهمة كتير، مش دائما بروح للأقل أقل دوز إيمج. فيلم أند ديجيتال إيمجينج ما في داعي أرد أعيد مليون مرة عن نفس الموضوع اللي حكيناه، اللي هي الفاستست إيمج
ريسبتر. طبعا الديجيتال ذا فاستس، بالاضافه بالافلام اللي هو الاف سبيد سيل، هذول اللي هم ذا هايست او ذا فاستس اور الموست سنسيتيف ريسبتورز. انتنسفاينج سكرين لسه الاسبوع الماضي حكينا عنها، اللي هي بتيجي بالاكسترا اورال راديوغرافز، تستخدم مع الافلام. هي بتحتوي على رير ايرث element مقابل أو compared with the older screen من غير ال intensifying، هي more efficient في تحويل ال X-ray photons لل light، بتقللنا أو بتزيد لنا ال sensitivity للفيلم 10 ل 60 مرة ضعف الفيلم alone. أوكي، فبالتالي بنقلل بنزيد ال sensitivity، بنقلل ال dose of X-ray radiation اللي بتعرض لها ال patient. هذا حكينا. source to patient distance أو source to skin distance، هاي برضو رح تيجي معنا في محاضرة الجيومتري هذا الأسبوع، فرح نشرحها هلا شوي ورح نحكي عنها بالتفاصيل بالمحاضرة. بس إذا بنطلع الفرق بين الصورتين، هون مستخدمين short cone وهون مستخدمين long cone، الكون اللي هو المتصل بالتيوب هيد. فإذا بنلاحظ الفرق بين الشورت كون واللونج كون، الشورت بخلي البيم مور دايفيرجنت، تمام، اللونجر بقللنا الدايفيرجنت تبع البيم. زدنا الدايفيرجنت زدنا التشوز اللي رح تتعرض لأشعة. طلعوا الفرق بين التشوز، يعني هون مثلا قللنا الدايفيرس يعني الدايفيرجنت تبع البيم قل، فبالتالي أقل التشوز اللي بتتعرض لأشعة. بالإضافة إنه زيادة المسافة اللي هي الديستانس بتقللنا الماجنيفيكيشن، وهاي برضه رح نحكي عليها بالمحاضرة الماجنيفيكيشن. اوكي، انه with short distance بتزيد عنا الماجنيفيكيشن. طبعا احنا لا بدنا، لانه برضه short distance بتزيد لنا ال intensity. اوكي، فاحنا ما بدنا لا short كتير ولا too long انه ال intensity مثلا. احنا شو بدنا؟ بدنا طول مناسب هو يعطينا الـ optimization، يعني to optimize الـ الـ exposure setting. rectangular collimation، نرجع للكوليميتر. شايفين هاي الصورة وهاي الصورة؟ طلعوا الفرق في هون، زي كأنه كوليميتر جاي على باب التيوب، غير عن الكوليميتر الداخلي. طلعوا الكوليميتر الداخلي كيف عامل كوليميشن للبيم عن البيم الأساسي، زائد هون طلعوا من غير كوليميتر كيف صاير اللي هي الدايفيرجن تبع هذا البيم، مقابل مع الكوليميتر كيف صار مور او فيرذر ري شيبينج وريستريكشن للبيم، قل الدايفيرجن. فاذا بنلاحظ حجم البيم تقريبا مشابه لحجم الريسبتور. اوكي، فهنا شو صار؟ قللنا الراديشن دوز، بقلل تقريبا 5 مرات. اذا متذكرين الارقام حكينا الراوند 5 أضعاف الريكتانجلر. بيعملنا ليميتيشن للسايز إنه يكون نفس السايز تبع الريسبتر، فبقلل ال unnecessary patient exposure، بنقلل ال scattered radiation، وبالتالي بنقلل ال fogging اللي هو الغباش، و improve ال quality تبعت ال image. هذا شكله اللي هو هيا شايفينه هون، هذا جاي على التيوب من برا، أو في نوع بيكون مثلا بيجي مع مع الرينج اللي رح نمسكها اللي رح نشوفها، اللي هي بتيجي الاكسترنال رينج، هلا بحكي لكم عنها، او هذا هيو على التيوب نفسه. فهذا الكوليميتر الاكسترنال كوليميتر. الفلتريشن حكينا عنه، اللي هو الانر فلتريشن، بيكون المنيوم فلتر بقللنا اللو انرجي اكس راي فوتونز، فبقللنا ال اللي هي الاكسبوجر لبيشنت ل unnecessary radiation، ولانه اصلا هي ما بتاثر على البيش على الصوره، وبنقلل مثلا من الفوجينج وبنزيد الكواليتي تبعت الايمج. البروتكشن ايبرون اند ثايرويد، هدول بيكونوا ليدد ايبرونز ما فيهم رصاص، يستخدموا للحمايه، حمايه الاورجنز بعض الاورجنز من الأشعة، لأنه في عندنا scattered radiation ممكن توصل ل other organs. من ال organs اللي بتهمنا كتير اللي هي thyroid gland، حكينا عنها اللي هي the more susceptible لل radiation من ال dentomaxillofacial exams.
فبالإضافة للجوناد اللي هي reproductive glands فمستخدم كولر، الكولر اللي هو بيجي على الرقبة، وفي عنا الإبرن العادي. الأطفال طبعا لأنهم more sensitive than الأدلت فبرضه يفضل استخدام الكولر and apron، protective apron and collar. بحالة الانترا اورال بنستخدم الكولر لأنه ما رح يجي بنطاق اللي هو الاكس راي بيم، فما رح يأثر على الصورة. الفيلم اند سنسر هولدر هذا حكيته في اللابات الأسبوع الماضي، اللي هو ديفايس معين بيستخدم ل to hold the receptor وانترا اورالي، وفي بيجي معاه اشي بنسميه external ring اللي هي الايمنج رينج. هون بتيجي الأشعة، هون بنحط التيوب، الأوبجكت بيكون هون. هذا الهولدر بيساعد على الالاينمنت، to improve alignment بالفيلم مع أو الريسبتور مع التيث والإكس راي ماشين. أوكي، فبقللنا احتمالية حدوث الكونكت أو البارشال إيمج اللي أخذناها برضه. شايفين كيف بيكون بيجي عمودي parallel مع الاوبجكت، والشعر تكون عمودية عليه. رح ناخده هذا بالجيومتري والانترا اورال بهذا الاسبوع، تمام، بضمن لنا انه تيجي الصورة صح، فبالتالي بنقلل احتمالية انه نعمل ريتيك للصورة، فبالتالي unnecessary radiation، بنقلل من ال unnecessary radiation exposure. هلا في نقطة واحدة، هاي الجملة اللي هي the operator should never hold films or sensor in place. في حال مش قادرين، هذا برضه رح نحكيه في المحاضرة بس انه سريعا، في حال مش قادرين نستخدم هذا الهولدر لأسباب معينة رح نحكيها بعدين، وبدنا نضطر نثبت الريسبتور انترا اورالي، نقدر نستعين بالبيشنتس فينجر انه البيشنت بثبت لنا الريسبتور بإصبعه. ممنوع احنا نستخدم اصبعنا او راديوغرافر يستخدم، يعني احنا اللي بنشتغل في المركز او العيادة الاساسية ممنوع نستخدم اصبعنا الخاص في التثبيت، تمام، اذا مضطرين ولا بد البيشنت او اذا كان تشايلد الادلت اللي معه. اوكي، هاي مهمة كتير. الكيلو فولتج كلنا بنعرف شو هي الكيلو فولتج، بتأثر على الايمج كونتراست والبيشنت دوز. اللو كي في بي فعليا بتعطينا هاير ايمج كونتراست، ليه؟ لانه زياده الاحتماليه اللي هي الامتصاص مع اللو كي بي بي، فبالتالي الديفرنت دنسيتيز بتبين اكثر، فبتعطينا هاير كونتراست وبتحسننا الدايجنوستس، مقابل الهاير كي بي بي بتقللنا الراديشن دوز. فاحنا بدنا كي بي بي مناسب انه يعطينا جود او هاي هاي كونتراست good image quality، بنفس الوقت بدنا نقلل ال radiation dose. بال dental x-ray units ال optimal dose بتكون بتتراوح من 60 ل 70 kbp، هاي بتعطينا adequate image quality مع reduced dose، وهاي مهمة كتير نعرفها داخلة معها. اوكي، الملي امبيرج مع السكند بتاعتها كومبينيشن معهم نستخدمهم عشان نعطي ايمج كواليتي، طبعا بالاضافه للكي بي بي، فما بدنا الصوره لا تكون اوفر اكسبوزد فبالتالي تو دارك، ولا اندر اكسبوزد تو لايت، بدها تكون اوبتيمم. بدنا ناخذ بعين الاعتبار لما نقرر قد ايه بدنا الملي امبيرج والاكسبوجر تايم، نوع الريسبتور اللي بنستخدمه، عمر البيشنت، والمنطقة اللي بدنا نصورها، ال densities وال thickness تبعت ال tissues. آخر إشي اللي هي ال personal protection، مهم جدا حمايتنا إحنا، تمام، مش بس حماية ال patient، إحنا حمايتنا نفسنا، بنحمي نفسنا إحنا ال dentists أو ال staff أو ال radiographers ال nurses، أي حدا بيشتغل بيعمل radiographic equipment، تمام، و they are exposed to radiation should be protected من ال primary beam نفسه ومن ال scattered radiation. يعني احنا بهمنا مش بس ال primary beam، كمان ال scattered radiation، تمام، فلازم نتبع خطوات معينة. ال optimal thing to do اللي هو استخدام barrier أو primary barrier بيكون leaded wall موبايل أو wall نفسه، بتكون الغرفة مجصصة بس موبايل led barrier. بيجي البيشنت بعمل سيتنج للبيشنت، سوري، بيجي الدنتست بعمل سيتنج للبيشنت وكل شيء،
بجيب هذا البارير بحطه بالنص، يعني بوقف وراه، بيكون في ويندو صغيرة برضه ليدد جلاس عشان يعمل كوميونيكيشن مع البيشنت، وباخذ هاي الاوبتيمال، واللي هي unfortunately مش موجودة بمراكز بعيادات الأسنان عندنا هون، ما شفتها ولا عمري سمعت إنه في دكتور عامل هاي أو جايب هذا الليد بارير. أوكي، وللأسف يعني حتى إذا هاي مثلا ما قدرنا نجيب هذا الشيلد أو هذا البارير، بنقدر نتبع رول اللي هي البوزيشن أند ديستانس رول. الأوبريتر should stand at least 2 meters من التيوب هيد، وبزاوية 90 ل 135 عن السنترال بيم، عن السنترال بيم، زاوية 90 ل 35 عن السنترال بيم، يعني out of the path. اوكي، احنا للاسف بنضلنا ورا البيشنت، ورا الجهاز، ومن جوا الغرفة نفسها، وبنصور ناخذ صورة. لا، ما بنقدر، ما عندناش البارير، الليدد بارير، نبعد مترين بزاوية، يعني بنطلع برا الغرفة. اوكي، هذا اقل شيء ممكن نعمله، نحمي نفسنا، يعني لازم نحمي نفسنا. في عنا أجهزة الأشعة اللي هي بتكون موبايل أو بورتبل، يعني لا يفضل النوع هذاك اللي هو الفيكس أحسن، ولكن في بعض الدكاترة بيستخدموا هذا النوع اللي هو بيمسكوه بإيدهم، فعشان يحموا نفسهم في هاي اللي هي الباك سكاتر شيلد، تمنع سكاتر راديشن إنها ترجع على البيشنت. وآخر إشي اللي هي البيرسونال بيرسونال مونيتورينج ديفايسز، في أجهزة صغيرة بيحطوها بيستخدموها اللي هم عادة فنيين الأشعة، بيلبسوها بيحطوها يعني على جيبتهم، في اللي هي قريبة على القلب أو على الرقبة، هاي بتعمل بتمتص الأشعة اللي بتفوت الجسم، تمام؟ وسنويا بتم فحصها وبشوف قديه كمية الأشعة اللي فاتت هذا الجسم، ممنوع تتعدى ليفل معين بالسنة. اوكي، اتعدته معناته هذا البيرسونال اما في خلل في الاجهزه او هو نفسه عم بيتعرض لاشعه اكثر. حتى في المفترض عندنا كمان انه بعطوه اجازه، لازم اجازه، ممنوع يتعرض لاشعه لعبين لا يتخلص من الاشعه اللي بجسمه، وهي موجوده عندنا. وزاره الصحه بتلم هاي الاجهزه من الفنيين الاشعه سنويا وتعمل على فحصها. اوكي، وهيك بنكون خلصت محاضره سيفتي اند بروتكشن. حدا عنده اي سؤال؟